بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ليس له ورد إلا القرآن الكريم، هل ينقص ذلك من مقامه وولايته؟ هل يعد عند العارفين مقصرا؟ القرآن العظيم هو المتعبد بتلاوته. القرآن من أفضل الأذكار. القرآن هو على كل حرف حسنة، والحسنة تضاعف بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. قارئ القرآن يقال له اقرأ وارتقي. فضائل القرآن لا تعد ولا تحصى. وقد سمعنا من مشايخنا أن الكرامة نوعان: كرامة ولاية وكرامة قرآن. إيش يعني كرامة القرآن؟ يعني إنسان ليس له إلا القرآن، يقرأ ليل ونهار، هذا إذا كان متقنا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه: الحال المرتحل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفر الكرام البررة، هذا أمر منتهي. لكن السؤال: هل هذا هو الكمال؟ هنا أقول هذا قارب الكمال. طيب ما هو الكمال؟ الكمال أن تأتمر بأوامر القرآن. كيف يعني؟ يقول الله جل جلاله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هل تمرت بأمر القرآن وجلست تستغفر؟ كيف أستغفر؟ جاء البيان عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي فأستغفر في اليوم 70 مرة. 70 هذه الكثرة، وربما في رواية 100 مرة. إذن حينما تستغفر أنت قد امتثلت لأوامر القرآن، فأنت أكمل ممن يقرأ القرآن وحده. هل هناك تقصير؟ التقصير بالنسبة للكمال المطلق، أما حالتك هي أفضل من حالة من لا يقرأ القرآن. طيب الذي لا يقرأ القرآن من المسلمين، طب لا يقرأ القرآن من المسلمين، هذا الصورة ربما لا تكون موجودة، ربما لا تكون موجودة. كيف؟ أقلها أنه يصلي، يصلي سيقرأ الفاتحة وسورة لا محالة. فمسلم لا يقرأ القرآن، نعم هو مقل. جاء في الأحاديث أن المسلم الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والمسلم الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب بالإيمان ولا ريح لها. والمنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، رائحتها حسنة وطعمها مر، أنواع من الريحان يعني. إذن هنا يقول لك استغفر، إذن يجب أن تستغفر. هناك يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
هل امتثلت أمر الله تعالى؟ تقول ذكر نعم أنت تذكر الله تعالى، ولكن الذكر أنواع. الاستغفار ذكرنا في القرآن وفي الحديث موجود، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبيل الترقي، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اذكر الله ذكرا كثيرا، نعم القرآن فرد من أفراده، ولكن الأفراد الأخرى موجودة، بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أفضل الذكر لا إله إلا الله. طيب الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقول لك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكانت له عدل 10 رقاب أو رقبة، ولم يأتي، لاحظ انتبه تتمه الحديث، ولم يأتي أحد بأكثر منه إلا من قالها أكثر، يعني لم يأتي أحد يعني بالخير بأفضل منه إلا من قال أكثر منه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كم من آية تقول تأمر بالتسبيح؟ سبح لله، يسبح لله، سبح اسم ربك، كثير جدا. فما حظك من التسبيح؟ القرآن حروف وحدود، حروفه تقرأها، وحدوده أوامره ونواهيه. فهل يعتبر عند العارفين مقصرا؟ نعم، يعد الذي يكتفي بالقرآن وحده مقصرا عن رتبة الكمال. ما هي رتبة الكمال؟ أن تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ القرآن ويقوم به الليل حتى تتفطر قدمه، ولكن كان يستغفر عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه بالزيادة من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وندبنا إلى قول لا إله إلا الله. فأنت مقصر عن رتبة الكمال لا محالة، ولكن أنت أحسن حالا بكثير من المسلم الذي لا يقرأ القرآن. لماذا هذا التنويع؟ كل عبادة لها ثمرة، وكل عبادة لها نور، وكل عبادة لها خير. الاستغفار، طلب المغفرة، القرآن حسنات، الدعاء عبادة. لا إله إلا الله، سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، هو المبين. كم من مرة الله تعالى يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهو يعلمنا كيف نذكر عليه الصلاة والسلام. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال أفضل الذكر لا إله إلا الله. هل يمكن الجمع بين هذا وهذا من القرآن؟ يمكن، وهذا حسن. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا قرآن، قرآن ولا إله إلا الله واستغفار. ولذلك جاء أنها فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هذا من أسباب النجاة من الغم، يعني هذا شيء دنيوي عاجل، الغم في الدنيا ليس في الآخرة. وأيضا الله تعالى يكشف غم يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا قرر علماؤنا أن الآيات القرآنية بعضها يتلى على سبيل الذكر، فهذه حتى لو كنت جنبا لا بأس، يعني لو استرجعت قلت إنا لله وإنا إليه راجعون عند سماع ميت، هذا ذكر ليس قرآن، وإن كان من القرآن فلا يشترط له الطهارة من الجنابة. قلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأنت تقصد بها الاستغفار، هذا ذكر لا يحتاج إلى طهارة.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في أحيانه كلها. أريد أن أقول لكم يعني كل عبادة لها خير وثمرة ونفع، ولكن لا تغني عبادة عن عبادة، كلها أنوار لها نور خاص. نسأل الله لنا ولكم القبول، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.